بص يا اسراء، انا خليتك تيجي هنا النهارده عشان في حاجه لازم تعرفيها قبل ما تطلب منك. مش عايزك تقلقي ولا تخافي من حاجه، احنا مرتبين كل حاجه وهنجهزك كويس. انا مع حضرتك في اي حاجه تطلبها مني، كمان عارفه وواثقه ان حضرتك هتحميني. دنيا المصري وجه جميل من الوجوه اللي مثلت في الاختيار، ودورك. مساء الخير يا دنيا، منورانا. ده نورك. انت هنا حره دلوقتي ومش متراقبه. محدش بيدور عليكي. محدش بيدور عليكي. وبقيتي في امان مع الدوله المصريه. اكيد. دنيا الدور مش سهل طبعا، لان انت كمان بتلعبيه بمرحلتين، يعني مرحله وانت مع جماعه الاخوان صح ومضحوك عليكي، ومرحله لما لقيتي بلدك بتأمنك. طبعا مبدئيا عايزه اشكر الدكتور بيتر ميمي، وعايزه اقول اني شرف لاي حد انه يبقى في الاختيار، لان انا اصلا من الجزء الاول وانا هتجنن، فالحمد لله اني في النهايه اخدت حاجه انا استحقها يعني. ف من اهم الادوار اللي عملتها في حياتي اسراء، وبحبها جدا جدا جدا. اسراء لسه لحد دلوقتي مش عارفه اخرج منها قوي، بس كنت كل حاجه بعملها في المسلسل ده بجد من قلبي، يعني الدور ده انا اشتغلته من قلبي قوي. فالحمد لله انه وصل للناس بالشكل ده. يعني دنيا، بدي انوه على شغله مهمه كتير، بانه دور اسراء في المسلسل هي قصه حقيقيه، وهو شخصيه موجوده على ارض الواقع. سؤالي هون، انت قابلتي هاي الشخصيه قبل ما تمثلي هذا الدور، وكيف تعاملتي معها؟ اذا يعني كان جوابك لا، انا بدي اشوف بالاول. لا للاسف ما قابلتهاش، بس اتحكى لي شويه شويه تفاصيل عشان اقدر امشي على نفس اللاين ده. عايزه اقول لك ان هي صعبت عليا جدا. فانا حسيت بيها قوي، يعني انا حسيت بالشخصيه دي قوي، الشخصيه المظلومه جهله. يعني هي مش عارفه هي بتعمل ايه. هي سابت ابوها اللي عمال يعذب فيها ويضرب فيها، وراحت لشخص عشان تتحامى فيه. الشخص ده اصلا ما عندوش مستقبل، الشخص ده اصلا ممكن يموت دلوقتي، فهي هتعمل ايه بعد كده؟ ولا هتعرف ترجع ولا هتعرف تروح في حته. وهي على فكره هي مش راضيه، يعني هي حتى بتقابله في مشهد كده بتقول له ابنك مات وانا عايزاك تاخدني من هنا، وانت قلت لي يلا نسافر وضحكت عليا وجيت سبتني هنا ومشيت. فهي مصدومه من كل اللي حواليها، فهي متلخبطه طول الوقت مش عارفه تعمل ايه، هي غلط ولا هي صح ولا هي فين.